أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يقول: هل ورمز لاسمه بميم صاد اليحيوي، يقول: هل في تكرار القصة الواحدة في عدة مواضع في القرآن الكريم إظهار للحكم والعبر والدروس المستفادة من نواحي وتفاصيل القصة في موضع وإبراز جوانب أخرى في مواضع أخرى؟ بلا شك، هذا هو الحكمة من تكرار المواعظ في القرآن والقصص، لأنها تارة تختصر في موضع وتارة تبسط في موضع آخر، فإذا جمعت بين مواضعها تكاملت القصة بوقائعها، ويكون العبرة بذلك أشد. نعم.